ما لا أجزاء من الكرة الخلية، ده جزء مقدم عن أكسس. عايز أكمل اللقاء، المشروع بتاعك، مشروع البحث بيتكلم عن أو بيتناول مشكلة عن قواعد البيانات، فأعتقد إن هذا الملف هيساعدك في استخدام اكتشاف مهارات السيلز الموجودة في أكسس عشان تعمل قواعد البيانات. أرجو إنك أنت تنفذ الفكرة دي وأنت شغال، ما تتفرجش على الفيديو بس، تتفرج على الفيديو وبوز وترجع للكمبيوتر وأنت مشغل.